على أن يحقون راحل يا أملنا أبواب العين صوتك حاملنا لعهد جديد راحل يا ربيعي راحل على طول اللي يا ربيعي على أن يحقون راحل يا أملنا أبواب العين صوتك حاملنا لعهد جديد رح أقطف زهرة من كل سياج وأعمل لك بكرة من الزنبق تاج يا دنيا حاجة تودي أمواج لكلام بيفنى ولا ولا حكم الغوى يا ريتك عم تسمع من الأول ترجع عالبحيرة ضعفنا تحت الشجر نتجمع
جسدي بواسطة سر التدبير ظاهر بالموت، وعاد أيضا بواسطة اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه، اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه، اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه. إجليل من شوك وضع على هامة ملك الملائكة برفيرا كاذبا تسربنا، الذي وشح السماء قابل لطمة، الذي أعطت آدم في الأردن ختن البيعة سمر بالمسامير، وابن العذراء طعن بحربة،
أنك أنت المسيح ابن الله، أنت ربي وإلهي مخلص العالم. سجدت لك وأنت في الأوجاع مكلم الرأس بشم مخضب جراحه وآثار المسامي. خضعت وقالت له ها أنا يا غاية المنى ساجدة مع أولادي إذ مت لأجلنا. أيها الرأس المهيب، لا أنت إكليل الشوق أحب من جميع الرؤوس، بأكاليل ذهب وماس. أيها الرأس المهيب، من جراحاتك تدفق ينبوع خلاصي. غيبا أيها الناس اتقوا هذا الرأس الجميل، واحتشموا خشية واركعوا عند نزع الإكليل. ووفاتكم كلنا بالأشواق عن معاصيكم وغدا دون حراق. فاتعدوا وابدوا نفوسكم فيا أولادي البكاء، وقفوا ثم نكسوا رؤوسكم إذ من فيكم شكا. مغفورة خطايا.
تباركت أيها الصليب المقدس، خشبة الحياة، هادم الضلال وواهب العالم الخلاص. أنت راية الظفر في المعركة، بك صنعت الآيات العجيبة. إنك مبطل الذبائح ومتمم الأسرار، بك يأتينا السلام ويحل فينا الفرح، بك ترتفع الكنيسة ويصان أبناؤها، بك تتقدس أجسادنا وتتنقى نفوسنا، بك تمحى زلاتنا ويزيد برنا، بك يدرك المؤمنون الكمال، بك يتسلح الأحياء، بك يستريح الراكدون، بك نستظل في اليوم الآخر، ومعك نسير إلى منزل الحياة، ونرفع المجد إلى المسيح، الكلمة الذي صلب عليك، وإلى أبيه وروحه الحي القدوس إلى الأبد. صاحبي
من الوفا بالحب والوداع Oh,
رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. يا أخوتي، بما أننا قد بررنا بالإيمان صار لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، وبه أيضا صار لنا الوصول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها ثابتون، وصار لنا افتخار برجاء مجد الله. وليس هذا فحسب، بل نفتخر أيضا بالضيقات، عالمين أن الضيق يولد الصبر، والصبر يولد الاختبار، والاختبار يولد الرجاء، والرجاء لا يخيب، لأن محبة الله أفيضت في قلوبنا
بالروح القدس الذي وهب لنا. فلما كنا بعض ضعفاء مات المسيح في الوقت المحدد عن الكافرين، ولا يكاد أحد أن يموت من أجل إنسان بار، وقد يجرؤ أحد أن يموت من أجل إنسان صالح. أما الله فأثبت محبته لنا بأننا حين كنا بعض خطأ مات المسيح من أجلنا. إذن فكان بالأحرى وقد بررنا الآن بدمه نخلص به من الغضب الآتي. فإن كنا ونحن أعداء قد صالحنا الله بموت ابنه، فكم بالأحرى ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس هذا فحسب، بل نفتخر أيضا بالله بواسطة ربنا يسوع المسيح الذي به نلنا المصالحة الآن. والتسبيح لله دائما. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال يوحنا الرسول، قال يسوع لأندراوس وفيليبوس: لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك يكون أيضا خادمي. من يخدمني يكرمه الآب. نفسي الآن مضطربة، فماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أبتي مجد اسمك. فجاء صوت من السماء يقول: قد مجدت وسأمجد. وسمع الجمع الحاضر قالوا: إنه رعد. قال آخرون: إن ملاكا خطبه. أجاب يسوع وقال: ما كان هذا الصوت من أجلي، بل من أجلكم. هي الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرد سلطان هذا العالم خارجا، وأنا إذا رفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. يا الله
Thank you.
سيدنا يسوع المسيح معكم دائما، وذكر آلامه المقدسة وقوتها يستقران في قلوبكم، ورسم صليبه الطاهر ينجيكم من جميع أعدائكم باسم الآب ليس في